هشام هشام اثبت هشام اثبت. حد لمسك؟ الزمر مطول. فلوس قدامك يا ابو ورشه. اعد لو انت فاضي. يلا بس يلا. استنى 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 لسه بينا كلام كتير. ابو ورده عايزه دم خليها دم. ولا اسكت. انا عايز دم واحد بس. لا لا سيبوه هشام والنبي سيبوه. ايه لازمتها النمره دي يا ابو ورده؟ الفلوس اهي ومعاك والطار القديم وخلص واحنا مش عايزين نجدده والا كان زمانك شايف دلوقتي رحيم معانا. مين قال لك ان انا مش عايز رحيم يبقى معانا؟ سيبوه النمره. اخرس يا بنت. يا ريت كان جه عشان ياخد عايز اخوه. يا على ابو ورده ولو عايز فلوس تاني اجيب لك. انا خدت اللي انا عايزه. يا على ابو ورده كده ما ينفعش. ازاي تبتدوا من غيري؟ عماد جيت في وقتك يا عماد بيه. ايه ده يا ابو ورده؟ هو ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ الله ده انتوا متفقين مع بعض بقى. انت جاي تشمت فيا يا عماد؟ هي الشماته حلوه وانا بحبها جدا بس مش ده اللي جايبني دلوقتي. امال ايه اللي جايبك؟ تلاقيك انت اصلا السبب في كل اللي بيحصل لنا ده. جاي علشان انتوا اهلي وناسي اللي ما ينفعش اسيبكم في لحظه زي دي. يا حنين. وبعدين انتوا عايزين الناس تقول عليا راجل مش اصيل؟ ترضاها؟ الواد ده كان عليا بضاعه ولو سكت فضحت هتبقى بجلالي. حقك بس اللي عمل الواد ده عندي. ماشي يا عم عماد. حلو حلو بجد. انتوا فاكرين بقى اللعبه دي هتدخل علينا؟ انا من الاول قلت كده الحكايه دي كارفه حاجه وحشه. طول عمرك كده يا حلمي نيتك وحشه. بقى ده جزاتي عشان جاي انقذكم اخدكم معايا. خلاص يا بول كل اللي عملوه ده عندي انا. احنا اتفقنا هيمشوا معاك بس ما قلناش هيمشوا ازاي. انا قلت هيمشوا معايا من غير ما حد يلمسهم. ماشي يا عماد بيه. خلصتوا المسرحيه؟ ننزل بقى بالستاره عشان نشوف اخرتها ايه. عشان انا عارف ومتاكد اخرتك معايا يا عماد. انا مش عايز منك حاجه يا حلمي. اي نعم في بينا مصانع الحداد بس انا عند الدم بقف لان انا مش بحب الدم وانتوا عارفين كويس ابو ورده كان ممكن يعمل ايه. دم كتير كتير. خلاص يا ابو ورده خلاص بتشوف. اوكي يلا اتفضلوا عشان تركبوا معايا. يلا انا عايز تقعد. يلا استنى مني تليفون. تعال يا حبيبتي نورت البيت. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كنت فين؟ كنت بجيب بسمة من أوردر التصوير. كان عندي أوردر في شرم الشيخ. أيوة زي ما قالت لك كده بالظبط. تخيل يا رحيم الراجل كان عايز ياكل عليها الفلوس. ودي حاجة تستاهل إنك تاخد معاك حلمي؟ بسمة بسمة يا حبيبتي وحشتيني. وحشتيني عاملة إيه؟ وحشتيني الحمد لله على السلامة. رحيم فين؟ ابني فين؟ عايزة أشوفه. طب يا أختي تعالي 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 في حضن أمك يا أختي تعالي تعالي يا بنتي تعالي. ده شكله كان فيلم خطير أوي. هو كان فيلم أكشن ولا إيه؟ حاجة زي كده. وده بقى كان لعادل إمام ولا اسمه إيه ده؟ أحمد السقا؟ لا ده لرامز جلال. وده بيبيع ايه ده؟ ده ممثل جديد كده انت ما تعرفوش.
رحت لاختك علشان تطلب منها 500 ألف جنيه؟ آه كنت محتاجهم. إيه؟ نويت تنتج فيلم لمراتك ولا إيه؟ لا كان عندي شغلانة كده كبيرة وكنت محتاج سيولة. إيه هي الشغلانة دي؟ أنا وناس صحابي كنا عايزين نجيب كونتينر من الصين ننزله مصر ونبتدي نبيعه. أعمل حسابك؟ آه بس ريت بقى لما تفكر في مشروع تبقى تديني فكرة عشان أدخل معاك. حاضر. يلا يلا حبيبي خش شوف مراتك. ايه ده ايه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ الله الله ايه يا وليه انت اتجننتي ولا ايه؟ عايز اعرف كنت فين وجاي منين وبتعمل ايه؟ احوالك مش عجباني اليومين دول، سهر كتير ويجي لك التليفونات تخرج بره ترد على الموبايل. ايه؟ شايف لك شفا ولا ايه؟ اللي عاشرك يا حنان نفسه تتسد عن الحريم كلهم، اطمني. وبعدين يا وليه مجنونه ما انت عارفه، انا بلف طول اليوم عشان اجيب مصاريف البيت. يا حسره هي فين الفلوس دي؟ امسكي امسكي يا اختي خدي ادي 100,000 اهو. 100,000؟ عماد عبد الرحيم يا نهار اسود. اقسم بالله كل كلمة هقولها لك دلوقتي لو خرجت بره الأوضة ما هيكفيني عمرك، فاهمة؟ بس انت برضو لسه ما قلتليش مين اللي كان خطفك. والله ما اعرف، يمكن انت قدامك كتير. حلمي بيقولوا في فيلم حلو قوي هنا، قلت اجي اتفرج عليه. اه عماد اداك شيك وطلب انك تشتغل معاه صح؟ طب هو عماد طلب منك ايه؟ ما طلبش. طب لما يطلب هتنفذ له اللي طلبه؟ لا طبعا، الشيك ده فلوسي حقي اللي اتنهب مني، فلوسي وشركتي اللي خسرتهم بسبب عماد وأمينة. أطلب منك حاجة؟ أنا؟ لا أبدا. طب لو طلب منك أي حاجة تيجي تقولي على طول. ها؟ أول ما يطلب مني حاجة حاجة أقول لك على طول. طب أنت بقى لا شفتني ولا أنا شفتك. انت حاج الصلاة ولا بلكون؟ لا انا هقعد على السلم. عند ايه ده تصطير من الساعة 7 بالليل؟ أمال على 12 هتعمل ايه؟ هتشد رخام ولا ايه؟ ده ايه اللي جابك هنا؟ أبدا أنا
جاي اطمن على استثماراتي، مش انا بستثمر فيك بدفع لك فلوس يعني. على ايه يا مات بيه؟ انت عايز ايه؟ عايز اعرف داليا فين؟ لو انا لحقت. الله، ما انت لحقت تصرف الشيك يا اتش. طب سيبني يومين كده وهقول لك هي فين. لا، يوم واحد، بكره اعرف فين داليا. ماشي يا اتش؟ تمام. روح خد لك سطرين بدل اللي انا طيرتهم لك فوقتك. انا معلش، ام سوري. بعدين يا راجل، حد زعل ايمي؟ ايمي دي عن الطراوه والطعامه، حد زعل الطعامه؟ خليك جنتي يا اتش. طب انا عرفت ايمي. ايه يا ايمي؟ خير يا جماعه، وانتوا ساكتين ليه؟ مستنيينك تتكلم. طب ما تقول لي يا رحيم اتكلم في ايه، وانا هتكلم على طول. حلمي قال لي على كل حاجة، استنيك انت تحكي لي. قلت له على موضوع شرم يا اخي. في ايه؟ انا ما اقدرش اخبي حاجة على رحيم، ما انت عارف. ايوه. طب ما امال في ايه؟ طب رحيم هتقول كده من الاول، قلقتني. لا مفيش حاجة، انا بس كنت بتأكد ان بتقولي ده كان صح. لما تحبوا تحكوا لي تعالوا، بس مش ده اللي انا كنت عايزك فيه. خلينا في المهم رحيم، ما تخليش اي حاجه تعطلك. قول له انت بس على المدير. خير يا رحيم؟ احنا نرجع نشتغل. شغل ايه؟ شغلنا نرجع المركب. منى، ادينا 4 شاي في 50 كده، وزود فيهم 1 سكر. سيد مزود الرجاله قوي اللي بحرسوا المركب. طالما مزود الرجاله يبقى قلقان. تسلم، واحسن وقت تضرب فيه حد لما يكون قلقان. ايوه، بس احنا هنسيطر على الليله دي ازاي؟ انا مجهز خطه. خطه ايه يا رحيم؟ احنا عايزين ولا 100 واحد عشان نعرف ندخل من الباب ده. ومين قال لك ان احنا هندخل من الباب؟